مس الخير عليكم. اليوم تفكرت المرحوم الله يرحمه راه في دار الحق. حن نهار كنا قاعدين ماشي كنا قاعدين كنت قاعده بوحدي ونخمم بالي رحنا جميع بس حنا كنت غير بوحدي علي يخدم بزاف نعبي ونجيب نهارها وانا نعبي ونجيب ايوا راني قاعده هي هو جا الله يرحمه راه في دار الحق يحب كان يحب يهضر بالفرنسيس خطرات كي يحس راسو صعبة سيفيليزي يهضر بالفرنسيس ايوا قال لي كيس كي ا مانجي وانا شمن قولو قلت له يا ريان ا بريباري علي عملي السعودي في يدي داك النهار علي كيش هادي يا غيانا بخيباري كل يوم نعمل المارشي وكل يوم يا غيانا كيش هادي يا غيانا بخيباري داك النهار شريت لك عملت كامل المصوى جي عشتي لي بوم دو تير بدي يهضر زعما بالفرنسيس جي عشتي لي بوم دو تير جي عشتي اريكو فير جي عشتي لي زونيون جي عشتي لي tomates جي عشتي ميم لا فياند اي تي مي دير يا ريان ا بريباري مي سا سي با نورمال دخل والديك في حي يستدير الكفير بالعربيه سيفيليزاسيون هذوك لي ليغوم بالفرنسي انا ما فهمت والو ايوا هذيك اش هادي يا ريان ا بريباري ما تحشمش انا اللي قاعده تماك مكسلاك حاسبه راسك راك عاد عروسه هادي 30 سنه اللي حنا مزوجين قلت له ابون صافي 30 طون حتى انا نحب نهضر بالفرنسيس ايوا الجنون الجنون كانوا نايدين فيه وانا زعما هكداك وكنت لابسه كنت شابه حتى انا كنت نغوي في الحق تحملت لك حالا كوب هادي وتفرجوا ما عملت لك كوب بحدي يا باش شكلك وافس ايوا وكعرف عملت حالي بيلاسيون كنت نغوي نغوي بصح هو كان عقلو غير في الماكله هي عاود قال لي ما نوض نوض وجد لي شي حاجه ناكلها ما تحشمش ايوا انا قلت له يا غيانا بريباري توتي ديجا بري قال لي ما تحشمش تخليني نعاير فيك وتخليني ننصحط باش كامل الكفر يخرج من فمي من الاول قولي الماكله ريها واجده قلت له الماكله ريها واجده وهذيك المعيه اللي عايرتني دوك حنهار فريمون تندم عليه